أعزائي المشاهدين، الأحوال المدنية إدارة من الإدارات المهمة. لا يمكن لأي مواطن أن يستغني عن الأحوال المدنية ومراجعتها. أولا يحصل على حفيظة النفوس من إحدى إدارات الأحوال المدنية المنتشرة في المملكة، وبعد ذلك يحصل أيضا على البطاقة، بطاقة الأحوال، واللي أصبحت ضرورية وملزمة لكل مواطن، بحيث أنه يحملها ويستفيد منها في كل مشاويره وسفراته، وعندما يخرج أيضا يحرص على إخراج رخصة قيادة أو جواز سفر، يطلبون بطاقة الأحوال المدنية. عن موضوع الأحوال المدنية، عن الجنسية وعن البطاقة، يسعدنا أن يكون هذا اللقاء مع الأحوال المدنية في منطقة تبوك، مع الأستاذ سعود أبو الغيث مدير الأحوال المدنية. نقول لك أهلا وسهلا أستاذ سعود، وحياك الله، هذه فرصة طيبة. الله يسلمك. أستاذ سعود، ما أدري الحقيقة حجم العمل عندكم بالأحوال المدنية في تبوك، هل هو حجم كبير تبعا لحجم السكان الكبير في هذه المنطقة، وكم معدل إنتاجيتكم اليومية بالنسبة للحفايض وبالنسبة للبطاقة؟ حجم العمل حجم كبير طبعا، وبالنسبة للمنطقة باعتبارها تعتبر أكبر مدينة في المنطقة، ولا يقل عن 30 حفيظة تقريبا يوميا يصدر 30 حفيظة في البوكس. تقريبا. أيوة، هنا والبطاقات. والبطاقات ما يقارب يمكن 200 بطاقة يوميا. 200 بطاقة. ما أدري هل البطاقات الآن الإخوان يجدون مشكلة في عملية الازدحام أو إلى آخره، ولا ما أعتقد في مشكلة في عملية الازدحام أبدا، لا يوجد مشكلة هنا. لأنه الحقيقة عندنا الإخوان الآن يمكن عندهم بعض الملاحظات، وراح نسمع ملاحظات الإخوان، لكن الشروط اللي يطلبونها في الراغب في الحصول على بطاقة، وش الأشياء اللي صورة وحفيظة النفوس صورة وحفيظة النفوس والتعريف. وتعريف، ولازم يجي يصور هنا. اي لازم. اي لازم يصور. بس هذه الأشياء اللي بس هذا. ومعدل يوم 200 بطاقة يوميا تقريبا. هل تعتقدون أنكم الآن تقريبا شبه غطيتوا منطقة تبوك؟ لا لسه باقي. متى بديتوا أنتم؟ بدينا في 1405 1405 في 21/4/1405 بدأت البطاقات المدنية، الأحوال المدنية بتبوك، منطقة تبوك، افتتاح الفرع عندنا. ولا يزال يعني الضغط مستمر معنا في هذه الإدارة إلى الوقت الحاضر. ورغم الصعوبات التي كانت تعترض هذه الإدارة، إلا أنه الحمد لله رب العالمين، أنه ثم بفضل المسؤولين الذي قاموا بتدعيم هذه الإدارة استمرت على ما هي عليه حتى الآن. ولا زلنا بنبذل الجهود نحن والزملاء في العمل في الإدارة بالذات بإنجاز ما هو المطلوب منا على الوجه المطلوب، وبسرعة إن شاء الله أن تكون يعني ترضي الجمهور. وهذا السؤال ممكن توجه الجمهور، كم يستغرق عندنا الوقت؟ يعني ربما كان هناك الجمهور هو اللي يقدر يبدي يعني رأيه في الموضوع. نحن لو حتى عملنا وقلنا شيء من قبلنا، إلا أنه ما نستطيع أن نزكي أنفسنا، لأنه الإنسان لا يستطيع أن يزكي، الله سبحانه وتعالى قال بل الله يزكي من يشاء. فهذا إمامة الجمهور بإمكانك تستطيع. بالنسبة للبطاقة طبعا ما يحصل عليها إلا اللي عنده حفيظة نفوس، ما دون الثمانية عشرة ما يكون. لا يمكن، لابد يكون. معلش، احنا بنشوف الآن. تفضل تفضل الأخ. الحقيقة ودنا نشوف الإخوان المواطنين ونتعرف عليهم ونسمع ملاحظاتهم. مساك الله بالخير، كيف الحال؟ كيف الصحة؟ الاسم الكريم سالم عبد الله الشوم. مرحبا سالم، مش أكبر العيال؟ والله كويس يا الحمد لله. أكبر العيال منهم حمود. أنت أبو حمود؟ أيوة. هلا أبو حمود، إياك. أنت جاي اليوم تأخذ بطاقة؟ أيوة جاي نأخذ بطاقة. أخذتها؟ لا والله لسه، ناقدنا شستو العمدة وناقدنا شسمو الدعوة وما قصروا، ما قصروا والله، كلهم ما قصروا. رحت للعمدة؟ إيه رحنا العمدة ووقعوا. أعطاك تعريف؟ إيه أعطانا تعريف ووقعناه، وأنا جاي الشرطة ووقعناه وجينا. إيه. يمهم الحين ولا يقصرون، احنا بس ودنا فرع عندنا يحطونه ترجعنا القاعدة. فرع وين تبي؟ تيمة. في تيمة. تيمة. في تيمة ما في فرع. لا. الأحوال المدنية. بس بيه. تجون من هناك. والله نجي من هناك. إلى تبوك. إلى تبوك. ودكم يصير فيه فرع عندكم. والله ودنا يريحنا شوي عن هالجادة اللي هذا كبرى بس. خلنا نسمع مدير الأحوال المدنية. والله. بالنسبة لتيمة الآن العمل جاري على وضع فرع الكمبيوتر هناك، لكن اللي حاصل انه في مشاكل فنيه يعني، وهتنتهي ان شاء الله قريب، والمسؤولين مقدرين ذلك وجاري العمل ان شاء الله. ها ابو حمود، سمعت يقول الفرع في الطريق ان شاء الله. والله كثر خيره، والله احنا عارفين انهم بس متحيرين شويه بس علينا احنا. إيه. وتخبر ولا لجينا بهذا نجزونا. إيه. لجينا هنا ما يقصرون والله، يدقون يجيهم. لا 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 ابدا ابدا. تملك يوم تراجع؟ اليوم جيت هذا اليوم هذا بس. بس بس. واخذت البطاقه ولا لسه؟ لسه. فيها سيلة من الإخوان
فيه قالوا لي فيه الاخوان في سؤال من الاخ. تفضل. بسم الكريم. سعد فرج صالح الدولي. هلا حياك الله سعد البلوي. نعم مرحبا. والله اخذت بطاقة. ايه اخذت بطاقة. ايه وش عندك؟ والله عندي انا عائلة كبيرة شفت كيف؟ ايه والدي لسبع سنين الحين مرضان بالمستشفى شفت؟ ايه وعندي مشكلة مثلنا وصولي على البطاقة الوالدي شفت كيف؟ للوالد. ايه للوالد اللي ما يقدر يجي هنا. ما يقدر يجي. ايه. يعني ودنا كيف الحل فيها؟ والله سؤال وجيه هذا الحقيقة. فعلا والده مثلا عاجز. ايه. عن انه يوصل عشان عمليه التصوير ولا هذا ولا ممكن يمشي بالاجراءات. والله هو وجود المراجع للحصول على البطاقه لابد منه، لكن احنا ايش نسوي؟ يعني طبعا الشخص في حاله عدم وجوده في تبوك نقول له ممكن تجينا وتجلس في السياره. يعني الانسان العاجز انا كثير الناس نزلتهم الموظف يوصل للسياره ويطلع عليه وياخذ منه توقيعه ويقول له ترجع. يعني ما في داعي انه التصوير، لانه بالنسبة للتصوير ما في داعي انه يحصل على البطاقة. هو المهم انه ياخذ رقم في الحاسب الآلي، وبالنسبة للبطاقة ممكن يؤجل موضوع هاي لان وقت اخر. يعني مو ضروري انه يحصل على البطاقة، لان التصوير لازم يجي يصور هنا، لانه التصوير لابد. يعني ما نقدر ننقل له هالكاميرات ولا نقدر نقوم بعملية التصوير في خارج الإدارة، صعب علينا. لكن احنا ممكن انه انا اعطي له الرقم، رقم الحاسب الآلي، ويوضع الختم على حفيظة نفوسه واكتفي، يكتفي بهذا. بالإمكان يراجع أي إدارة، يحصل على جواز سفر، يحصل على رخصة، أي شيء. ما في داعي يعني أنه يحصل على نفس الكرت. ها رايح. والله ما في شك، بس أنا بدي أسأل سؤال ثاني مرة. تفضل. في السؤال مثلنا عندي إخواني شفت كيف؟ إيه؟ بدي أحصل عليه على حفايظ، يطلبوا تعهيد من الوالد شفت كيف؟ تعهد. تعهد. إيه؟ وهذا إنه اسمه تعهيد هذا إبنه. إبنه إبنه إيوه. إقرار. إقرار إيوه شفت كيف إقرار؟ إيه؟ ومثل حالة هذه يقول لجم والدك يجي، يعني كيف الحل المشكلة هذه؟ والله نفس العملية هذا بالنسبة لإقرار الوالد، إثبات أنه يقر الوالد أنه الملزق صورته الواقف أمام الموظف هو ابن له، حتى يتحمل المسؤولية، علشان لا يجي يوم من الأيام واحد ويأخذ حفيظة واحد ثاني ويقول أنه هذا ابني أو شيء من هالقبيل. فإقرار هذا عليه علشان الوالد يكون هو ملزم بأنه هذا ابنه يوما ما لو سئل أنه أنا قريت فعلا أنه هذا هو ابني اللي واقف أمام الموظف الملزق صورته، فلا بد من وجوده. لكن احنا بنقدر هذا، يعني في حالة مرضه ممكن يجي الباب الإدارة ويجلس في السيارة، ممكن توقع منه. في حالة أنه قدرنا نتصل فيه أو بإقرار من الشيخ أو الشيخ القبيلة أو العمدة ممكن يوقع أخيه أو أي شيء ممكن يقوم فيها، يعني بتصرف آخر. ما نلزمه في حالة مرضه إلا في حالة وجوده صحيح سليم يستطيع مجيئه للإدارة، لابد من مجيئه. فيها أسئلة أخرى؟ في سؤال؟ عندك سؤال؟ تفضل. تفضل. تعرف على الاسم؟ ناصر عبد الله عرفك. مرحبا ناصر عبد الله. خلنا على الكاميرا اخ ناصر. ايوه اقول طال عمرك انا في عندي فقدة البطاقة. ايه وجيت رجعت مدير الاحوال. انت اخذت بطاقة؟ اي اخذت بطاقة وفقدت. خلنا على الكاميرا. ايوه فقدة البطاقة وجيت رجعت مدير اول شيء الجريدة بعلن. إيه؟ قال احضر ورقة من الاحوال. ايه عندما رجعت مدير الاحوال الحقيقة انه ما قصر معنا. إيه؟ وساعدنا واعطانا ورقة على الكمبيوتر من الاستحصال على رقمها. ايه واخذت الرقم. إيه؟ وقمت بالاعلان. ولذا نشكر مدير الأحوال المدنية على تساعده معنا وتجاوب المواطنين. هذا عشان تبغى يعطيك بطاقة ثانية. عمرك الواقع الواحد يقول الصحيح يعني. ما في غرامات على اللي يضيعون بطاقاتهم؟ والله ما في، وأنا أتمنى تصير غرامات لكن ما في، لأنه ضيعت البطاقة. بس طال عمرك حنا ضيعناها غصبا علينا. شو ضاعت؟ والله ما أدري كيف سقطت من جيبي. أيوه وقاعد تمدح في الأحوال المدنية عشان بطاقة. وش نسوي طال عمرك؟ بس في غرامة. لا والله هو يكفيها الغرامة شهر بيجلس يتعطل عن أعماله علشان يحصل. قيمة الإعلان بس طبعاً. بس 100 ريال قيمة الإعلان. قيمة الإعلان كم؟ 100 ريال. والمخالفة بل العقوبة. عاد وش نسوي؟ اللي يفرض علينا مستعدين نبيع طال عمرك حسب النظام. طيب عرفت الإجراءات وعملية الإعلان بعد كذا يحصل. بس الحقيقة يمكن أستاذ سعود وده يحث الناس على عملية المحافظة. حقيقة والله بالنسبة للإهمال في البطاقة والحفيظة شيء يحز في الناس. يعني ونجد انه صحيح الحفيظه قيمتها الماديه بسيطه جدا، لكن قيمتها المعنويه لا تقدر بثمن. فالمفروض على كل مواطن يحمل حفيظه نفوس او بطاقه انه يحافظ عليها ويهتم فيها بشكل يقدر قيمتها المعنويه قبل كل شيء.
واثنين مردودها عليه لو وجدت من شخص آخر وقام باستعمالها لربما يضروا فيها يعني يعرف المردود عليه مستقبلا في حالة استعمالها من شخص آخر قبل كل شيء، فمع قيمتها المعنوية ومردودها السيئة عليه لا سمح الله في حالة استعمالها من شخص آخر، أنا أشوف أنه شيء مفروض يقدره كل مواطن. إذا ضاعت المرة الثانية ما عاد يعطوني. لا إن شاء الله نحافظ عليها ونلتزم بالتعليمات وكل حاجة.
الأيام تجمعني في أقرب وقت، يا ليتني أقدر أنا أوصل لها. تفضل لو سمحت، تعال تعال هنا لو سمحت. الاسم الكريم رجع حماد البلوي. ها رجع حماد البلوي، رجع هالبلوي. ها رجع وش عندي انا؟ عندي شو اسمه تعدي اضافه وحذف بالتبعي، ولا لها 8 شهور. 8 شهور؟ نعم، ما صار فيها شيء لحد. ليش؟ يعني فيها اجراءات، يعني اجراءاتها يعني تتاخر شوي، وكل يوم ايش اسمه كل ما نجيهم ما استكملت لحد الان، يعني ما ادري ايش السبب. يعني لها الان والله ما ادري. اقول لك الموظف، الموظفين كل شوي يعني كل ما جيهم يعملون ايش اسمه من عندهم، عباره عن اجراءات من عندهم، ويرسلون الى الشرطه. اضافه ايش هي؟ اضافه ايش اسمه؟ اضافه الفخذ وايش اسمه؟ حذف الجد الخامس. لان انا محطوط لي جدين. جدين؟ جدين مو بواحد. جدين شلون طلع لك جدين؟ والله ما ادري، هذا من الجوازات. جدين؟ اي نعم، صحيح غلطه قلم. يعني خماسي الاسم ساير الحين. انا عندي يمكن حول ست اسماء ما شاء الله، 3 جدود صاروا. والله هذا الواقع. ايش الحاله هذه؟ ابغى اساله ايش انت جلتي بالضيف تحت؟ هي عندي حد طال عمرك جدي ايش اسمه سليمان، جدي انا محارب. سليمان مضاف لي. شفت كيف؟ بعدين الفخذ العصباني، يعني ما حد يعني اضافه لي. تعديل وحذف واضافه. نعم، ولا له حل 8 شهور. يعني 8 شهور اجراءات ماشيه 8 شهور ولا بتغيب عنا؟ لا ما غيب. هو معقول 8 شهور؟ ما اتوقع. وش اللي وجد يعني ليش 8 شهور؟ كتب عنها، طلب صوره، احضرت الشهود. إيه؟ وقعدنا على الشهود، يمكن اجراءاتهم شهود يوم قطعنا التبعيه، يمكن قعدنا على اجراءاتهم يمكن شهر. إيه؟ او شهرين. إيه؟ حضارهم وكتابه ايش اسمه. هذا بالنسبه للشهود شهرين. هل شهر او حاجه كذا بعضهم؟ والاعلان شهر. اي 3. اي 3. اي نعم. بعدين ايش اسمه البصمات شهر، قعدت اكثر من 3 شهور. 7 اشهر. اي نعم. لانه يروح حقيقه يعني. يعني ما منهم مقصور. لا بالله ما منهم مقصور. الحين ما منهم مقصور. ان شاء الله ما منهم مقصور. بس الثانيه الاجراءات، يعني الاجراءات. وشهر انت ما راجعت الاجراءات؟ لا لا لا، اجيهم يومين الى درجه اني جاي انا الان الحين ايش اسمه انا بعد المتسبب. شفت كيف؟ عندي جايب لنا السجل التجاري بعدله الى تاجر. إيه؟ يعني ما قعدت اقول يعني انتظر انهم يطلبوني. الى تاجر ها؟ والله هذا اللي تاجر. ايش يا اخي وش تبيع وتشتري فيه؟ مقاولات ومواد غذائيه، يعني بيع وشراء يعني. مقاولات ومواد غذائيه. نعم. شلون تتجه كذا؟ نعم. يعني كذا تبني بيوت و... اي نعم. وتبيع ارزاق؟ نعم. نعم نعم. الحين خلنا نرجع للحفيظه الان، 8 شهور على وشك تنتهي الان. الان واقفه على جيت البصمات، والبصمات اللي حد الان ما جت. شفت كيف؟ بتوقف على البصمات. الحقيقه يعني ما القصور ما هو من العاملين في الحوالي المدنيه، القصور في الاجراءات لانها مشدده كثير. شفت كيف؟ يعني خلوها يعني مددوها وشددوها وطولوها، والان انا متوقف على اساس اني اخذ البطاقه، ماني قادر اخذ البطاقه. بالنسبة للإجراءات لابد تكون مشددة في الموضوع ذا، لأنه تلاحظ أنه عنده حذف وإضافة وتعديل. يعني طبعا تغيير اسم كامل له علاقة في البنوك، في القروض الزراعية الصناعية، يعني له علاقة. فكون يبغى يغير وش نسوي؟ أصب يعني لازم يصير مع الناس، يعني الواحد ما يروح يشد يعني يحط له جدين. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. شكرا أستاذ سعود. حياك الله. وشكرا أستاذ السادة. شكرا لكم مع هذه الحلقة التي سجلناها
عن الأحوال المدنية في تبوك والتي استضافنا فيها سعادة مدير الأحوال المدنية في تبوك ومساعدة. التقينا أيضا مع الأخوة من سكان هذه المنطقة العزيزة من مناطق مملكتنا. شكرا لكم وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.